عشاق الزراعة في عراقنا الحبيب، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات. طبعا اليوم احنا بمشتل الأخ علاء الطائي بعنوان بابل الحلة، شارع الكورنيش مقابل أسواق ليمونة. شوف هذا شارع الكورنيش وهاي أسواق ليمونة. طبعا هذا المشتل اللي أمامكم عبارة عن كنز من النباتات النادرة المختلفة وأسعارهم مناسبة جدا. طبعا هم أصحاب المشاتل الفترة الأخيرة ما ينطون أسعار، وحتى قسم يحتجون علينا من نذكر الأسعار، بس لا لا لكن الآن خلي نشوف أسعار أبو عبد الله. أبو عبد الله قواهم الله، السلام عليكم، شلون صحتك؟ أبو عبد الله قسم من أصحاب المشاتل ما يذكرون أسعار، بس اليوم نحاول قل لنا أسعار، خليه لأن موسم زراعي ورد نشوف أسعاركم. أبو عبد عندنا هذا الكف مريم. كف مريم ايش قد سعره؟ 2000 دينار. سعر كف مريم ب 2000 دينار يا بلاش. 5000 يبيعوه والله. سعر 2000 دينار، هاي الكاريزة بس هاي حجمها كلش كبير هاي الكاريزة. الكاريزة هذه ب 1000 دينار. شلون ب 1000 دينار هاي معود شاي هاي سعرها؟ هاي ضخمة هاي. أبو عبد جو السوق احنا. ب 1000 دينار الكاريزة. يا ما شاء الله. عاشت ايدك ابو عبد الله. شنو هاي ابو عبد الله مريميه هاي؟ مريميه هاي شلون اسعارها المريميه ابو عبد الله؟ مريميه هاي بس وحده عندي حتى بس اكلم والله. هاي ضخمه. شوفوا اخوان الاعزاء، شوفوا طبعا هذا ورد القهوه الفول قطمر. نعم موجود عنده. عاشت ايدك ابو عبد الله. ابو عبد الله اريد نتعرف على النباتات اللي بالمشتل. هذا شنو هذا؟ هذا الفلامينجو هذا لو شنو؟ السيسبان الاحمر. السيسبان الاحمر الفلامينجو. عاشت ايدك. هاي احجامها ممتازه طبعا هاي ما شاء الله. ابو عبد الله هاي شنو هاي البندق هاي؟ البندق القارح. ها عاشت ايدك. وهنا ابو طالون هذا هاي بمبره. وهذا ابو طالون. هذا ابو طالون هسه. عاشت ايدك. بدا يزهر هذا التزهير. يا ما شاء الله. راح يجيبون لنا البرتقالي بالكتاب. عاشت ايدك ابو عبد الله. هنا ايش عندنا هنا؟ هنا عندنا هذا الكالندر. ابو عبد الله اريد مفاجاه بالكالندر، شلون تبيعون اسعارها هاي؟ الكالندر والله ذني ولد موصينا عليها، ذني باع هي الوحده 2000 دينار. ب 2000 دينار مبيوعات يا بلاش. الكالندر انباعت على 2000 دينار، صدق او لا تصدق. هاي عندي حجم اكبر من عنده بعد. عندك حجم اسعار ما شاء الله. ايوه ارتفاعه تقريبا متر طبعا اخوان الاعزاء، كثير من المرات نزلنا منشورات حول الكالندره. طبعا الجمال لا يوصف. ابو عبد الله انا اعتبرها شجره المستقبل الكالندره. والله هي اقوى شجره هسه في التدوير واجمل شجره هي الكالندره. كالندره طبعا اخوان الاعزاء الازهار مالتها تشبه ازهار الالبيزيا جيلبرسن خيط الحرير، بس هاي تمتاز انه اولا مو نفضيه، هاي دائمه الخضره، وثانيا الالبيزيا جيلبرسن تنفض حتى بالصيف من ترتفع درجات الحراره تنفض الاوراق مالتها، يعني حتى الصيف الحار بالشهر السابع والثامن ما تتحمل. وهاي شوفوا سحرها وجمالها. وعاشت طبعا ابو محمد التمنطيني من عندك انا ماخذ الورديه والحمراء زارحن هسه، وان شاء الله نشوفكم ويا اخوان الاعزاء. عاشت ايدك ابو عبد الله. هاي يعني الالوان عندك ابو عبد الله بالمشتل ان شاء الله موجوده. خلينا نجي لهنا اخوان الاعزاء، هاي متكتسه لانه يعني المشتل صار تطوير الضفاف نهر الحله، وبعدها ان شاء الله راح يعدل المكان ويصير يعرض هاي النوادر الموجوده هنا بابهى صوره. ابو عبد الله هسه حاير منين ابدي؟ هاي شنو هذا؟ هذا تفاح الخشبي. تفاح الخشبي. هذا يسمى تفاح الورد لو يختلف؟ الخشبي يختلف عن تفاح الورد. عاشت. عاشت ايدك. هذا تين الجميز. وين تين الجميز؟ ها شنو هذا؟ هذه هاي غريبة هاي. هذه يسحولها الكرنجة. الكرنجة تختلف عن الكجلة، نفس الكجلة لو؟ الكجلة هذه الكجلة. الكجلة تختلف وينها؟ وين الكجلة؟ الكجلة؟ هاي الكجلة. ها. طبعا الاخوان الاعزاء الكجلة اروع ما يكون. قوية. قوية وممتازة. قوية. عاشت ايدك ابو عبد الله. هنا طبعا هنا عندنا هنا عندك هاي النبات هذا الخيزران. ما شاء الله. نجي هنا ابو عبد الله هاي شنو هذا؟ فيكس. هذا هذا فيكس. هذا تصير فيكس المصري. فيكس المصري.
هاي ايش اسمها؟ هاي بنفسجيه. بنفسجيه احنا نسميها مريميه بس هي مو مريميه، اسمها العلمي مالنا. هاي طبعا هاي جاردينيا حجام، هاي احجامها اكثر من شو اسمه تقريبا مترين. مطعم احجامها مرتفعه هاي ابو عبد الله ومطعمه عاشت لك. هذا ابو عبد الله التولب الافريقي. طبعا انت انا اكثر من مره قلت انه التولب الافريقي ازهر في مشتل الاخ ابو عبد الله. نزلت منشور انه ازهر عندك. هاي الدومبيا ترى، هاي الدومبيا هاي مو وهاي ابو عبد الله هاي غريبه. هاي هذه ما اعرف لحد الان. طبعا بصراحه شوفوا كل نباتات كلها نوادر هنا ما شاء الله. شوف هاي شوفوا هاي سبحان الله شكلها. هذا بليت الصفط ما شاء الله. بليت الصفط ما شاء الله. طبعا ابو عبد الله، ابو عبد الله هاي تين الجميز مو؟ هذا تين الجميز. شوف اخوان الاعزاء هذا تين الجميز. هاي الشجره موجوده والارتفاع مالتها خير من الله. ابو عبد الله احكي لنا على ال هذه الجوافه بيضه تايلنديه. طبعا ابو عبد الله الجوافه ناجحه 100% وانا جربتها. مالتها مو مثل اللي موجوده هسه بالسوق. هاي ملسه طويله تصير. ايه ملسه مثل العرموطه بالضبط. ما شاء الله. ايه لان جماعه اخذوها زرعوها هسه جابوا الثمر مالتها. اخوان الاعزاء الجوافه نصيحه لوجه الله ازرعوا الجوافه. واحجام ممتازه. هاي الاحجام ايش قد ارتفاعها ابو عبد الله؟ هذا مترين ونص بي تقريبا. مترين ونص موجوده. 8000 دينار هذا. ما شاء الله. ما شاء الله ومترين ونص ابو عبد الله. هاي شنو هاي؟ تحير شنو؟ هذا النخيل هذا من مصر جابوه. نخيل هذا هاي انواع هنا. هذا شنو هذا؟ هذا نوع من الاكاسي. هذا اثاث يسحوله. اثاث؟ مشوكه اثاث هذه. هذه ديكورات حتى بالداخل تشتغل هذه. عاشت لك. وهنا هاي الملكه هنا. هاي الملكه. يا ما شاء الله. وهنا عندكم اخوان الاعزاء هنا سباركس. هذا ديل سباركس ديل الثعلب. هنا سباركس خشن. هاي شنو؟ هاي سايكس. سايكس بس الحجم ما شاء الله. شوف اخوان الاعزاء سايكس الحجم مالتها يا ما شاء الله. شوف يا ما شاء الله ابو عبد الله. هذا ما صورته. ها هذا جامون بمبوزيا. هذا جامون. هذا الجامون طبعا اكثر من مره سالوني عليه قلت لي ما موجود عندنا بالعراق. لا لا موجود. ها آه. عندي شتات موجوده من عندنا ما شاء الله. هذا حتى قلم يتكاثر. عاشت ايدك ابو عبد الله. شنو هاي؟ حتى هاي شوف هذا نخيل زامبيا. هذا نخيل بس هذا النوع مالته شوف ما شاء الله والحجم يا ما شاء الله. حتى يختلف. هاي الفتنه هاي ابو عبد الله. هاي الفتنه. شوف هاي حتى بيها الثمار هنا. هاي البذور. هاي البذور مالتها شوف هاي. وهنا طبعا انت عندك هذا شوف اخوان الاعزاء هذا اللوز الهندي بمشتل ابو عبد الله. طبعا انا نزلت ذيك مره بالريالز مال هذا. توفر ظل وقويه ومثمره. طبعا انا صورتها مثمره في مشتل الاخ علاء الطائي. هذا اسمها شو اسمها اللوز الهندي. طبعا مثمره وقويه وتتحمل ملوحه وتتحمل كل شيء. عطش كلش قويه. ابو عبد الله عاشت ايدك. هسه نجي هنا لهاي النباتات المختلفة الموجودة هنا بالمشتل. شوف اخوان الاعزاء هذا حارس تكساس هاي لو شنو؟ هاي حارس تكساس لو؟ هذا حارس تكساس. هذا شنو؟ هذا حارس تكساسي. هذا العش شنو هذا هسه؟ هذا نوع من الكثمريم. هذا قسم يصيحوا له الليلك العربي. اه الليلك العربي هذا. هو هذا كثمريم اصلا. كثمريم احسنت. عاشت ايدك. ها اجينا الى الشجرة اللي كلها تبحث عنها. هاي الجات ربع. هاي الجات ربع ابو عبد الله. بس احجامها هاي متر ونص. خلنا نوقف يمها انا هسه. احجامها متر ونص. ابو عبد الله ايش قد سعرها متر ونص؟ متر ونص 15 هذه. ب 15؟ ابو عبد الله شبرين يبيعونها ب 15؟ لا انا اريد اخلي العالم حتى تستفاد بيها. يعني ب 15000؟ 15000 وارتفاع متر ونص. صدق او لا تصدق. وروح اسال اذا اقرب مشتل عليكم راح تشوفونه. انه شبرين يقول لك ب 10000 و 12000 و 15 شبرين. صحيح. مو بقال يعني هالارتفاع هاي اللي هنا. هسه واقف هذا الارتفاع مالك. عاشت ايدك. هاي اكثر من متر ونص. اي عاشت ايدك ابو عبد الله على هاي الاسعار. نجي هنا. اي تكبر. هاي ابو عبد الله هاي الامازون هنا موجود. الجات روبا. هاي البومباكس شنو هاي؟
هاي شنو هاي ابو عبد الله؟ صراحنا الاشجار حتى اللي زارعها. هاي البيزيا. هاي البيزيا صلى على محمد، شنو جميله وروعه هاي. والله روعه. هذا عندك ذيك الاستونيا يمك. هاي الاستونيا شتلت المليون زهره هاي. يا ما شاء الله. اغلى شكلها هي. يا هي. مميز ابو عبد الله، حتى عندك هاي يعني هاي الوستيريا متسلق الوستيريا احجامه ممتازه عندك. ايش قد سعر هذا ابو عبد الله؟ 20 بس ابو عبد الله. هذا 4 امتار والثخين هذا الساق مالته قوي. 3 امتار ارتفاعه ب 20. صدق او لا تصدق؟ هذا بالموسم والله باعه ب 60. والله ب 60 ابو عبد الله. عيني هسه احنا هنا مو مشتل محميه يعني. يا ما شاء الله ابو علي، تحس نفسك بمحميه هسه احنا مو بمشتل. اي والله محميه، اشجار متنوعه ونادره. واسماء اول مره تسمع بيها طبعا. هذا اخوان الاعزاء، هذا اللي ابو عبد الله. هاي خاف ما طلعت التصوير لانه فصل الموبايل. هاي شو اسمها ابو عبد الله؟ هاي منجنتونيا. منجنتونيا بعد يا هو كنبات. هنا عندك الكوريزيا. هاي الكوريزيا عندك. هذا هذا شو اسمه؟ بلوط الحريري. مو بلوط الحريري. عاشت ايدك. ضرب من كافحته. يا ما شاء الله. عبد الرحمن هاي سدره. هاي وينها؟ هاي سدره ما ادري والله. سدره. اي سدره. سدره مركب. لا لا عاديه نوايه. هاي ابو عبد الله. هاي نجي لهذا النبات. هذا قلنا شنو؟ هذا فيكس. نوع هذا فيكس. فيكس نوع من الفيكس. هذا مطعم. هذا كله طبعا. هذا شوف ماخذ الشكل هذا. اي هذا شوف هذا الاصل مالته هسه. هاي اصل. هذا الاصل. هذا تطعيم. هذا تطعيم. ها ما شاء الله. هاي نوع الورقه مالته. هاي بونساي مسوينه. اي نعم. هذا ابو عبد الله. هذا الجاردينيا. هاي مطعمه اكيد 100 طعم. يا ما شاء الله. شوف هذا النخيل اخوان الاعزاء. ابو عبد الله خلينا ويا هذا ورد القهوه. احكي لنا على ورد القهوه، ايش قد السعر مالته؟ 2000 دينار. ورد القهوه ب 2000 دينار. يا بلاش. هذا شوف الارتفاع مالته اخوان الاعزاء. الارتفاع هذا سعر ورد القهوه ب 2000 دينار. 2000 دينار. يا ما شاء الله. والله يبيعوها بخمسة وبثلاثة. يوم أبيها يعني. ألوان هاي أبو عبد الله. أبيض ووردي. هذا أبيض ووردي. عاش كده. بلاش أبو عبد الله. هنا نحكي لنا على هاي المنطقة شنو هاي؟ شو هم أنواع هاي الحير؟ هذا توليب أفريقي. هذا التوليب الأفريقي. عاش كده. أي هاي التوليب الأفريقي. يا ما شاء الله. عاش كده أبو عبد الله. نجي هنا نخل نشوف هاي النباتات اللي هنا. هاي هنا البلوط الحريري. البستوله. اكاسيا بستوله. شوف اخوان الاعزاء هنا الاجواء بالمشتى. خلينا نشوف الاكاسيا البستوله. يا ما شاء الله. هذا شو اسمه؟ هذا الامازون. اي طبعا اخوان الاعزاء قبل فتره كواقع حال احنا كناشطين زراعيين ابو عبد الله سويت مقارنه بين 4 انواع من الاكاسيا، 5 انواع من الاكاسيا ونزلت منشور بها. اجت بالمرتبه الاولى من ناحيه المقاومه الاكاسيا البستوله. اجى وراها الاكاسيا مورافه اللي اكاسيا العسل. وبالمرتبه الثالثه اجت الاكاسيا نودوزا اللي مطعمه على اكاسيا بستوله. الاصل مالتها. وجت بالمرتبه الرابعه الاكاسيا سورنتس المصريه. والمرتبه الخامسه الاكاسيا شمعدان. احنا عندنا بعد الاكاسيا سلجانه هم تدخل اذا دخلت بالهاي هم تاخذ مراتب متقدمه بس تنافس على الاولى البستوله. طبعا اخوان الاعزاء الله يرحمك ابو جاسم. الله يرحمك ابو جاسم صاحب مشتل بونسيان. تتذكر اللي كانت عند البستوله كانت مزهره ويا الشط مزهره حلوه كلش حلوه يعني ومزهره وشلالات من الذهب. أيه. يعني موجوده صفرة حرامات يعني. ابو عبد الله تنصح بالبستوله؟ فستوله والله الفستوله اول شيء يعني حتى جذورها كعالم عبالهم الجذور مالتها قويه. نعم. بالعكس الجذور مالتها هذه ترى مو قويه. صح تصير شجره كبيره بس مو قويه يعني لا عن النبق لا عن المشمش مو هيك قوه مالتها. الجذر مالتها ترف يصير يعني حتى اذا شلعتها وخاص يصير مثل الفلين يقوم يطق. عاشت ايدك. لان صارت عندنا تقريبا يمكن 8 امتار شلعتها لقيت الجذر مالها مثل الفلين صاير. ابو عبد الله انت تتذكر اللي عندي طعمت لياهن بنودوزه. نعم نعم. وازهرت بنفس السنه. نعم. الطعم وصل مرحله هسه وصلت عند النودوزه هسه ارتفاع 4 امتار. بالضبط.
وقمت انط طعوم من عندها. طبعا اجوني هسه راح نودي كميه من الطعوم لبغداد رادوا هالايام. ما يصير. المهم هم طلبوا من عندنا خامس فقط شهر الخامس تطعم. اي احنا بالنسبه انت طعمت لياها ونجحت ايه. وزهرت. اي الشهر الخامس ايه. فقط تصير. اي احنا ايه. بالنسبه لي هسه رادوا طعوم قلت لهم بيكم خير ودلل. لا يتعب روحه يعني النصيحه هذه. ايه. لا يتعب روحه يعني تطعيمها وقت واحد بالخامس. بالخامس او بالسادس. ايه. تطعيم الاكاسيا البستوله على على النودوزة يعني ايه. واعتبار الاصل البستولة بالشهر الخامس. الشهر الخامس انت ايه. طعمت ليها بالشهر الخامس ونجحت بالضبط. هي يعني هسه اللي يعني مجازف انه ياخذ طعومها سيطعم ما يصير لان جربناه هواية. جربت بيه هواية. عاشت ايدك ابو عبد الله. طبعا اخوان الاعزاء من الخيارات الاولى بعد الاكاسيا سلجانة اللي نجحت بالبصرة طبعا والفتنة هذا النوع من الاكاسيا اللي هو اكاسيا بستولة. احسنت ابو عبد الله. يعني بصراحة شو نريد نقول؟ إن شاء الله طبعاً إخوان الأعزاء قريباً راح شوية تبدأ ترتيبات بالمشتل بس اللي انطيناكم اليوم مفاجآت بالنوادر طبعاً صايرة للأسعار هذا. للأسعار بصراحة أسعاركم مناسبة ودائماً متميزين بالأنواع أيضاً أبو عبد الله. عندنا الموز القادر نخيل المسافر عندنا عندك ارتفاع متر 15000 يا ما شاء الله تنزل السوق يا ما شاء الله. وين موجود هنا بالمشتل؟ لا ما موجود هنا لأن المكان ما النخيل الكاذب نخيل الموز الكاذب الموز الكاذب المسافر يصيح ولا سعرها 15000. احسنت ابو عبد الله. احسن ما يبيعوكم اياها ب 40 وب 45 انا ابيعكم 15. عاشت ايدك ابو عبد الله والله يحفظك. والله نقول خلي الناس تزرع. عاشت ايدك ابو عبد الله والله يحفظك. وبصراحه التجوال هنا انا اخوان الاعزاء طبعا صار كثار بس احنا نذكر للتاريخ حتى ابو عبد الله تذكر من اول شخص جاب الكالندره ابو جاسم الله يرحمه. ابو جاسم الله يرحمه اول شخص جاب الجاتروبا طبعا اخواني الاعزاء احنا كناشطين زراعيين في بابل اطلب من جميع شخص يشوف هذا الفيديو يمد ايده بالرحمه والمغفره للناشط الزراعي وصاحب مشتل بونسيانا الاخ ابو جاسم محمد ابو جاسم اللي هو مشتل بونسيانا كان على الكورنيش بصراحه تاثر من شالوا مشتله بالكورنيش ووافاه الاجل. اطلب منكم الرحمه والمغفره له وان شاء الله الله يجعله يجعل قبره روضه من رياض الجنه ببركه الدعاء مالتكم ان شاء الله واعماله لانه ادخل لنا اصناف جديده للعراق. صحيح ما حد جابها. ابو عبد الله تذكر جاب لنا الكالندره. والنودوزه عنده من الثمانينات او من حتى يمكن من السبعينات عنده. نعم. والبونسيانا اللي زرعت بالفتره الاخيره كلها زرعتها وعنده قديمه معمره يعني عمرها بال 30 سنه يمكن. زهرت عنده. اي ده مزهر البونسيانا الحمراء الملكيه وكذلك ادخل لنا الجاتروبا تتذكر الجاتروبا اول ما ندخلها للعراق بكميات تجاريه مو يعني جابها واحد وزرعها لبيته جابها واكثرها وانت اول يمكن صاحب مشتل بالحله اخذتها من عنده. اول واحد انا انطاني من عندها اول واحد. الجاتروبا هاي اعتقد انطاك الجاتروبا حتى المرجانيه. الجاتروبا المرجانيه هاي موجوده عندي. احسنت. وينها والله موجوده هنا؟ جاتروبا المرجانيه. ما يمكن ما تبين. اي هذا. شوف اخوان الاعزاء هاي الجاتروبا المرجانيه شوفوها. هاي طبعا جابها وباعها باعداد كاثرها وجابها باعها باعداد. احسنت ابو عبد الله. ابو عبد الله الكالندر ايش كم لون هسه عندكم هنا؟ الوردي والاحمر. الوردي والاحمر هسه كلها عندها بس الاحمر الغالبيه. الوردي ما عندهم بس الوردي. عندهم بس الوردي. انت الأحمر. عندك الاحمر. عندي الاحمر. انت انطيتني شتله. انطيته كان من عنده وعندي هسه موجودات بس ما اميز هذا عن هذا. انا ان شاء الله هم اذا تم اكثارها ان شاء الله اوزع الاقلام مالتها وتكون صدقه. طبعا انطانياها الورديه والحمراء ابو عبد الله انطانياها هديه للامانه انطانياها شتلات قال ابو عبد الرحمن هذني يمك على مود من يصير اقلام اجي هنا ما يروحن بعيده تاخذ اقلامهن ان شاء الله. الله يحفظك ابو عبد الله ويبارك بيك. وانا احب اشكرك ليش؟ لانه الاسعار مالتك تشجع على الزراعه والله ابو عبد. وهسه حاليا موسم زراعه مو شغله هي شو مثل ما نقول احنا واحد يسويها من الاول يصير عصبيها لا على بها مجال ابيعها شكم خليها انا. يعني انت بوجهه نظرك انه ابو المشتل اذا عنده نباتات يسهل امر الناس يبيعهن ويكاثر من جديد ويكسب معامل والناس يشجعها على الزراعه اسعارها احسن ما ظل مكدسه عنده. عند السنت اللي شو مثل ما نقول تخسر عليها عنايه واهتمام
نايلون، هذا كله خسارة. وانت اذا صحيح العمل متعب، لان اصحاب المشاتل يعني خسران تعب على هذا، بس يا بالمحصله اذا سهلت امر الناس هم الله يسهل امرك ويبارك بجدك. ترى هي بعض الاحيان ترى هي بركه، هو رزق، ربح قليل، يعني شو مثل ما نقول احنا، يعني خير بي، خير من الله بي. الله يحفظك وجزاك الله خير. انا ابو عبد الله، اخوان الاعزاء، من مشتل الاخ علاء الطائي، بابل الحله، شارع الكورنيش، مقابل اسواق ليمونه. هاي امامكم اسواق ليمونه، شوفوا، وهذا شارع الكورنيش. ان شاء الله المشتل موجود، اكثر شيء موجود العصر، لو تم الصبح موجود انت؟ لا لا، الصبح ان شاء الله موجود، الصبح والعصر ان شاء الله، حتى مرات يظل الليل، لان اكثر شيء يظل الليل ان شاء الله. اخوان الاعزاء، بالختام نستودعكم الله وفي امان الله. كان معكم ابو عبد الرحمن من عالم الزراعه والنباتات المنزليه، في امان الله.